اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا، حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت، مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه. بدات تقول لك مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده، يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجة زي ما حصل في الموسيقى كده. الموسيقى كانت ماشية ناعمة وجميلة ورومانسية وكلها حنية، وفجأة راحت الايه داخلة على طول، تبص لها الريتم وقع مرة واحدة ودخل الرئة، الطبلة بدأت تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين. خلاص انت فجأة شفت حاجة مش عاجباك. ساعات في اللاوعي بقى لو سنان مش حلوه قوي، انا بقول لك لو السنان مش حلوه خالص انت شايف، لكن فيها عيوب، فراغات، ابتسامه لسويه خفيفه، كل دور كده جوانب سوده، فلجه زياده عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوه، لكن في حاجه مضايقه عينك، السنان بتضايق العين. فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم، تقول كده جمله لواحد صاحبك يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها، او طول الفرح ولا طول المناسبه يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجه ضايقتني فيها، او العكس البنت برضه تقول كده، ده كان الواد يعني لافت نظري جدا اول ما بدا يتكلم، بس مش عارفه قلبي انقبض منه. السر غير الشخصيه ممكن تكون السنان. السنان مهمة جدا، فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزرعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكادي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته طبعا ده؟ بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمه راسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين سابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السوداء دي. مبدئيا طبعا الأسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الأكل فهي أساس صحة البني آدم. فلما البني آدم بيتكلم وهو شكل أسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجلة، ان الحياة عنده مش ماشية بأسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكرة مش كويسة عن البني آدم ده. فطبعا اي حاجة في التابلو ده لما تبقاش حلوة بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعة مثلا، السنة المفقودة، شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنه رايحه
أول ما تبص لك تحس إن في حاجة غلط. طبعًا. يعني إحنا عندنا أول حاجة بتبص أنت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنة في النص ناقصة. عينيك هتروح فين؟ هتروح على الحاجة اللي ناقصة. ده من ناحية الشكل. طب نيجي من ناحية الصحة. إيه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الأسنان اللي موجودة فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدأ العظم ده يكش، بيبدأ العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش. إيه اللي هيحصل؟ يبدأ يظهر لنا الرينكلز أو يظهر لنا التجاعيد بتاعت الوش، يبدأ البني آدم يبان أكبر من سنه وهو لسه صغير. فإحنا دايماً بننصح إن أي حد بيفقد أي سن لازم يروح بسرعة ويعوضه عند دكتور الأسنان عشان ما يبدأش يحصل المشاكل دي كلها. طبعاً ده بالإضافة إن إحنا بيبدأ عندنا طريقة المضغ ما تبقاش مظبوطة، اللي هي بالتالي بتأثر على مفصل الفك، نبدأ نسمع صوت طقطقة، نبدأ يحصل تآكل في مفصل الفك. ليه؟ لأن حصل التهابات للأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طبعاً بيحصل مشاكل تانية في الأسنان. خلي بالك يا دكتور أيمن إن الأسنان دي كلها في حالة حركة، اللي مثبتها في مكانها كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب إحنا لما نشيل سنة من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فحصل فبالتالي يحصل خلل في رصة السنان الموجودة دي، تبدأ السنان اللي قبليها تميل ناحية الحتة الفاضية، تبدأ السنان اللي قصادها تطول على حساب الحتة الفاضية، يبدأ ال- 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 الثبات أو الإكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغة العضة نفسها هتبوظ أكتر، فالمفصل هيبوظ أكتر، فأنت دمرت الدنيا كلها. إذن تعويض السنة ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا أحسن حل لتعويض الأسنان هي الزراعة، إن إحنا بنحافظ على أسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعية محطوطة بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعة كلمة خوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمة إن التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثة في زراعة الأسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لأن زمان كان هو متخيل إن هو رايح يعمل جراحة كبيرة، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتي بايوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعه الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعه الورق كده، فتحه بملي بنبدأ نشتغل منها كل قصة الزراعة دي من غير أي مشرط ولا خياطة بعد كده. أو ممكن نستخدم الليزر، يعني نفتح لنا فتحة برضو صغيرة نقدر نحط فيه الزراعية ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجة السطح نفسها بقت عالية جدا، بقت بتحفز العظم أكتر، بقت عاملة زي المغناطيس اللي بيحفز العظم إن هو يبني على الزراعية نفسها، فديتنا نتائج عالية في وقت أقصر من غير تعب ولا ألم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول، ده احسن حاجه، لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زراعيه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. كمان معالجه سطح الزرعه دي اللي هي الزرعه اللي هتزرع دي، الزرعه اللي هتزرع اللي هو المسمار اللي هنحطه، المسمار ده معالج مسمار. معالج طبعا، هو مش مسمار من عند الحداد يعني لا، هو بيبقى معالج وليه ديزاين معين، ان هو لما تيجي تربط الزراعيه بشكل معين العظم يعشق جوه الزراعيه عشان لما يمسك يدينا الثبات العالي في وقت اقصر. ده اللي برضو خلانا بعد كده نقدر نعمل حاجه اسمها immediate اللي هي immediate implant immediate load، ان هو المريض يخش يحط الزراعيه بتاعته ويخرج بالسنه بتاعته في نفس اليوم. يعني انت ممكن تحمل، نقدر نحمل دلوقتي اذا كانت العظم ليها مواصفات معينه. عندنا عظم كويس، دنسيتي بتاعته او الكثافه بتاعته كويسه، طوله وعرضه وسمكه، الكلام ده كله طبعا بنعرفه الاشعه المقطعيه. فيجي واحنا بنربط الزراعيه بنلاقي التورك بتاع الزراعيه عالي، فبنقدر نحمل على الزراعيه في وقت صغير. قيمه الاشعه المقطعيه في الزراعيه، الاشعه المقطعيه هي اساس التشخيص عامه. يعني انا مش عارف الدنيا قبل الاشعه المقطعيه كنا بنتعامل ازاي.
طبعا العلم بيتطور وكل شويه تقول احنا كنا بنعمل كده ازاي. يعني احنا دلوقتي بنقول الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه. فدلوقتي الاشعه المقطعيه اللي هي بتقطع لنا الفك لترانشات صغيره في كل اتجاهات. يعني عندنا بيجي لك فيو من قدام لورا مقطع، عندنا فيو من تحت لفوق او فوق لتحت مقطع، عندنا فيو اللي هو الكروس سكشن كده اهو. فتقدر تمسك كل حته صغيره تكشف بقى على الاعصاب بتاعت السنه، على تسوسات السنه، تكشف على العظم اللي انت هتزرع فيه، هل العظم ده طوله وعرضه وسمكه والكثافه بتاعته كويسه؟ هل ده دلوقتي هل انا اقدر ازرع دلوقتي حالا ولا محتاج ستاب قبل الزراعه ان انا ازرع عظم وبعد كده استنى عليه واحط الزراعيه وبعد كده الدنيا في الاخر يوصل بسنينه كامله. فكل ده عن طريق الاشعه المقطعيه. ما كن يعني هو ده اللي خلانا نعرف الكلام ده. قبل كده كانت الحاجات ال2 دي، الاشعه المقطعيه طبعا 3 دي ثلاثيه الابعاد. ايام ال2 دي انت كنت بتشوف بلان واحد بس، بتشوف المنظر عامل كده، لكن الدبس بتاعك كان عامل ازاي؟ العمق مش العمق مش موجود. ايوه فهو ده اللي وصلنا للنقطه دي. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني الزرع لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص. انا لو زرعت له زرعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزرعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزرعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زرعات ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته. وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني الثيكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم، ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه، في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي. فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي، لا ملي. 3 ملي. ملي سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لا مؤاخذه 3 ملي 3 ملي. فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض ويس. يعني قول 5 مثلا ملي، 5 ملي، ما هو 3 و3 ملي وملي وملي يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حته قالوا لها انت ما ينفعلكيش زراعه اساسا. فاحنا اخذناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم، انت ما عندكيش عظم هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش. فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطعمه المتحركه. وخلي بالك الاطعمه المتحركه دي حاجه سيئه جدا ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعت الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمده سنه وهم مش مثبته له. هو بيقول لي الحته دي بتلخلخ بس هم ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسه. طبعا في الاكس ريز في الاشعه المقطعيه هو كان بيعمل بانورامات فمش باين ان في حاجه كسر هنا في الحته دي. هم ثبتوها، هم افتكروا ان السنان اتحركت من مكانها، واحنا لو فعلا لو سنه نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفتره هتثبت.
لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا، فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه، كملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا، وثبتنا له الكلام ده كله، وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال شهرين ونص بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله بقى حلو جدا. وبياكل عليها وزي الفل. وزي الفل. ياكل حاله صعبه. جدا طبعا. هي الفكره كلها، هو ليه عانى لمده سنه؟ عشان ما فيش دايجنوزس اتعمل له مظبوط. لو اتعمل له الدايجنوزس مظبوط بالاجهزه المظبوطه زي الاشعه المقطعيه، هنقدر نوصل للكلام ده. برضو دي حاله فقد كل سنة. الحاله اللي فاتت دي هي دي كان يعني استخدمنا فيها تكنيكس كتير جدا عشان نوصلها للوضع ده. مبدئيا هو من فوق لتحت ده اخد شهرين ونص تقريبا. احنا رفعنا الجيوب الانفيه واستخدمنا الزراعات المايله، في تكنولوجي بتاعت الزراعات المايله، لو انت عندك عظم صغير بتحط الزراعيه بميل معين، وبيكون ليها راس بتاعتها واخده انجل معين تبقى طالعه لك في الوضع اللي انت عايزه في الاخر. فبدانا رفعنا الجيوب الانفيه فوق وحطينا الزراعات بتاعتنا. طبعا معظم الحالات بنشتغلها كلوز ساينس ليفتنج، اللي هي بنرفع الجيب الانفي من غير ما نفتح. بس في حالات بنضطر ان احنا نفتح ونحط العظم بتاعنا ونقفل تاني. تمام. هنا ما استخدمناش غير الكلوز ساينس ليفتنج، واستخدمنا الزراعات المايله تحت لان احنا كنا قريبين من الاعصاب. ولو حضرتك اخدت بالك ان في التركيبه اللي تحت احنا معوضين جزء من اللثه، لان احنا الفيرتيكال دايمنشن اللي هي العلاقه من الانف للدقن، لما تقل عن المفروض هيبدا يحصل لنا الرينكلز اللي بتبان دي، بان الراجل بالظبط كده اهو. وغير كده يؤثر لنا على مفصل الفك جامد جدا. فاحنا لما بنيجي نقيس له ساعه التركيبات والكلام ده كله، لقينا ان احنا لو عملنا حجم السنين عشان يعوض الفيرتيكال دايمنشن دي، السنين هتبقى كبيره قوي. فبنبدا نعوض جزء من اللثه في التركيبه بتاعتنا الثابته عشان خاطر نوصله للنتيجه ان دي لثه صناعيه. دي لثه صناعيه اللي احنا شايفينها هنا، عشان محدش هيعرف انها صناعيه خالص، احنا بس اللي عارفينه هو. تمام. ليه؟ عشان شكل السنان يبقى حلو ومرسوم حواليها اللثه كويسه، ويقدر ياكل على اسنانه والدنيا تبقى زي عشان يبقى بس، لانه شكل اللثه لازم يبان شكل بالظبط، لان احنا الكادر بتاعنا اللي بيبان هي اسنان ليها اطوال شكلها كويس على وش البني ادم، مرصوصه رصه معينه، جزء من اللثه بيبان اللي هو من 0 ل 3، لان اكتر من كده هيبقى ضحكه لثويه. فاحنا عايزين المنظر ده كله يبقى باين بالشكل المظبوط. مش مشكله هو كان عمره قد ايه، مش مشكله هو خسران سنانه بقاله قد ايه، مش مشكله اي حاجه، احنا المفروض نوصل له اللي هو عايزه. بالظبط. وهنا العظم بتاعه سمح ان احنا نحط تركيبات، عدد من التركيبات فوق ده. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، المشكله ان الثقافه الجيل الجديد كله بقى فاهم ان احنا لازم نروح على طول نزرع لو حاجه فقدناها. في ناس اللي هي من زمان ما عندهاش الثقافه دي، فطول ما هو سايب سنانه من غير زراعة او تعويض بيبدا العظم يكش يكش يكش. فمعظم الناس دي بنضطر ان احنا نحط لهم عظم عشان خاطر نرجع لهم مساحه او كميه العظم المناسبه عشان نحط فيها الزراعيه، لان ده نجاحنا. وهو في الاخر احنا مش عايزين نتعبه وندخله في قصص تانية، احنا عايزين يوصل لاحسن نتيجه من اول مره. هنا برضو هنا نفس القصه، عايز برضو زراعات كتير. دي بس دي اشمعنى الفك الفوقاني هو اللي راح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دي في بلدها الوعي الطبي مش عالي قوي، التكنولوجيا مش عاليه قوي، فهم كانت كل حاجه بتبوظ بتروح تخلعها. على فكره دي مش كبيره في السن، دي عندها حوالي 43 سنه، صغيره جدا في السن. خلصت بقها كله خلع ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ويجي يقول لك احنا هنركب تركيبات ثابته نعمل كوبري وبتاع، ما يتعملش مظبوط فيسرب فيبوظ سنتين تانيين، فيقوم ساحب السنه اللي بعديها فيسرب فيقوم ده، لان هم مفيش تكنولوجي يعني الطباعه ثلاثيه الابعاد. مفيش فكره السارك، مفيش فكره الكات كام اللي هي بتدينا التركيبه المحكمه اللي مش هيخش حاجه على السنه اللي هي هتبوظها واحنا مش عارفين. فسحبت سنانها كلها، وبعدين طبعا كان عندها اكتئاب وكان عندها مشاكل اسريه بسبب ان هي ما عندهاش سنان، والعظم بتاعها كله كشف لان هي قعدت فتره طويله. فدي برضو اخذت مرحلتين، مرحله زراعه عظم ومرحله بعد كده حطينا الزراعات دي، وبعد كده مشيت بسنانها وكانت مبسوطه جدا جدا. يعني اعتقد ان هي كمان يعني الثقافه لازم تزيد في عمليه الزراعه دي بس. جدا. وبعدين يا دكتور ايمن الزراعه على طول في تطور. في يعني في حد بيقف عند فكره ان انا بعرف ازرع حاجه ستريت فورورد، عندي شويه عظم احط فيهم مسمار وخلاص. في حد
بيقدر احنا هنرفع الجيوب الانفيه، في حد يدي الحل للي ما عندوش حل في حته تانية. فاحنا دايما بنحاول نطلع الحلول للناس اللي ما عندهاش حل في مكان تاني. الزراعه المواد المستخدمه بقى في التحميل تختلف؟ يعني كتركيبات طبعا بتختلف. عندنا انواع من التركيبات كتير جدا، من اول البورسلين بتاع زمان، بس احنا بطلنا نستخدم البورسلين كبورسلين بالمعنى المفهوم. زمان كان بيعمل ايه فني المعمل؟ كان يجي يبني الشاسيه بتاع البورسلين ده. البورسلين ده بيبرع عن معدن كوبالت كروميوم وعليه بورسلين. الاول بيجي فني المعمل ينبني شمع، وبعد كده يدخله في جبس ويعمل له مخرج ومدخل، ويحط الكلام ده في الفرن، يسيح الشمع يخرج من المخرج، يحط معدن من المدخل، وبعد كده يسيبه ينشف يطلعه، وبعد كده يبني عليه البورسلين. مشكله القصه دي كانت ايه؟ اول مشكله، عمر ما ايد فني المعمل هتطلع اكيوريت ان هو يبقى محكم 100%، فلازم هيحصل ليك، لازم هيبقى بتسرب. تمام؟ دي اول نقطه، بدليل ان الرسام لو جبنا رسام مشهور جدا وقلنا له ارسم نفس اللوحه مرتين عمرهم ما هيطلعوا ايدنتيكال. تمام؟ الحاجه الثانيه، التمدد والانكماش بتوع المواد المختلفه تحت تاثير التبريد والتسخين مش زي بعض. فده كان بيعمل لنا ليك تاني. فلما ظهرت فكره ال 3 دي برينتنج اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو انا هصور الكوبايه دي ماشي، هدخل على الكمبيوتر شويه اوردرز، اطلعها الناحيه الثانيه من اي ماده معينه تتخرط بنفس الدايمنشنز بالظبط اكيوريت، ده ادانا نتائج 100% مفيش تسريب. فاحنا بطلنا نستخدم البورسلين، بقينا نستخدم الحاجات، يعني بقينا نعمل الميتال ده بقى يجي في صوره بلوكس بيتخرط وبعد كده يتبني بورسلين. بس بقى لسه عندنا مشكله ثانيه الطبيعيه. احنا طول ما احنا بنضحك سبحان الله السنه بتاعتنا ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء. تمام؟ الحاجه اللي جواها ميتال بتقفل الضوء ان هو يعدي، فدايما اللي حاطط تركيبه بورسلين فيوز تو ميتال لازم هيبقى في حاجه قطف الضحكه بتاعته، حاجه مش طبيعيه تفتقر للطبيعيه. فبدات الابحاث تتطور في صناعه التركيبات الثابته، فوصلنا للزركون. الزركون ده حجر بيتعمل منه التركيبات الثابته دلوقتي، عنده نفس الاسترنس نفس القوه بتاعت السنه الطبيعيه، عنده نفس الترانسلوسنسي نفس الشفافيه، هو مش شفاف هو بيعدي الضوء بس، بتاعت السنه الطبيعيه. فادانا شكل جمالي كويس جدا وشكل طبيعي. هل احنا وقفنا عند كده؟ بقينا بندور، طب احنا الزركونيوم ده بنعمل منه سيكنس او سمك 1 ملليمتر، ده اقل حاجه. يعني احنا محتاجين عشان نركب كراون طربوش على سنه ان احنا نبرد من كل ناحيه السمك الواحد ملي. ايوه. فبدا دخلنا في قصه الاي ماكس، بدانا ندور على حاجه تانية ان احنا ناكل من السنه اقل، فلما نركب الكراون عليها ما نبقاش بوظنا تو ستراكشر بتاع ربنا اللي هو جسم السنه اللي ربنا مديهولنا، فالدنيا بقت كونسرفاتيف اكتر، بقت محافظه اكتر. طب احنا لسه طمعانين، احنا عايزين حاجه جماليه اكتر واكتر. نزلت فكره الزركونيوم المالتي لايرز، متعدد الطبقات. حضرتك يا دكتور ايمن لو بصيت في المرايه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، اغمق سنه من الاطراف. ايوه. هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، احنا قلنا ان هي ترانسلوسنت بتعدي الضوء، هتلاقي ان هي معتمه سنه اكتر من الاطراف، الاطراف شفافه اكتر بالظبط. فالتدريجه بتاعت الالوان مع الشفافيه دي عملوا منها بلوك من الزركونيوم بتبقى كذا طبقه فوق بعضيها عشان تدينا نفس الشكل ده. فبقينا نقدر نعمل سنه محدش يقدر يقول لك ان دي مش طبيعيه غير دكتور السنان، ومش هو قاعد قدامك لما يقعدك على الكرسي ويكشف كشف دقيق جدا فيقدر يطلع ان دي سنه مش طبيعيه. والعين على فكره العين البشريه حساسه جدا طبعا، الحاجات دي تقدر تحس ان السنه دي تشوفها كده يقول لك على السنان ديت ارتفيشال قوي. بالظبط. احنا بندور على الطبيعيه، احنا عايزين الناس تاكل بسنانها وفي نفس الوقت شكلهم طبيعي. الناس تاكل بسنانها ومحدش يقول ان هم عاملين اي حاجه حتى لو هو ما كانش عنده ولا سنه. على فكره المالتي لاير ده في دكاتره كتير جدا ما بتقدرش تطلعه على الكرسي السنان نفسه، صعب جدا، لان هو لو هو معمول مظبوط بيبقى نازل تحت اللثه سنه ويبقى واخد نفس تدريجه السنان اللي حواليه، فمحدش يقدر يكتشف ان ده فيه حاجه مش طبيعيه موجوده هنا. هنا مثلا في الحاله دي حاله تركيبات. دي حاله تركيبات. احنا كان عندنا في فرق في السنان كبير قوي. تمام؟ فرق في السنان ده ده حد وكانت عندها مناسبه، يعني عندها جواز بتاعها قريب، فهي عندها عقده من الموضوع ده وحصل مشاكل برضو بينها اسريه وبينها عندها في الاسره نفسها. فبدانا نحضر الاسنان دي صعبه على فكره الحاله دي طبعا.
ما انت ليه بقى؟ بالك لانه انت مش هتقدر تعمل سنتين تشتغل على سنتين بدل تشتغل على سنتين كلها. مستحيل حضرتك. خلي بالك احنا لو عملنا عوضنا السبيس دول على السنتين القداميين دول يبقوا سنتين قد كده اهو. تمام رابط. فبتبدا تقسم المسافه اللي موجوده دي على الاسنان اللي حواليها. ففي الاخر تاخد في الديزاين بتاعك رصه سنان شكلها حلو زي اللي تحت، ما حدش يقدر يقول لها ان انت عامله حاجه، لا شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا وسدت المشكله بتاعتها. وطبعا هي محكمه واكرت قوي ان هي تحافظ على السنان اللي جواها. لازم تبقى عامله زي الجراب، مفيش حاجه تخش للحاجه اللي جوه الكراون اللي هو قواعد تكوين الكراون. تركيبه الكراون اهم حاجه فيها التقفيله دي، اهم حاجه على الاطلاق. التقفيله وبعدين الشكل. لان التقفيله دي لو مش موجوده انا خسرت السنه اللي تحت. بالظبط. الشكل هيتظبط، يا انا مستحمله يا هروح اظبطه في حته تانية. لكن السنه لو مسربه، لو التربوش مسرب باظت السنه. باظت السنه بس تبوظ في قد ايه؟ كل واحد غير التاني. كثافه الكالسيوم في السنه نفسها عندي غير عند حضرتك غير عند كل واحد. هي الفكره كلها ايه؟ احنا مش هقول لك اكل، لو انا بشرب عصير نقطه دخلت في الحته المسربه، النقطه دي تعفنت ماشي، بدات تطلع احماض، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ السنان دي عباره عن كالسيوم محطوط في مش في شبكه. تمام. بيبدا الاحماض دي تاكل في الشبكه دي فتفرط الكالسيوم الموجود ده، بيبقى اسمه التسوس بعد كده. تمام. قاعد اشتغل، لو انا السنه دي ميت العصب بتاعها انا مش هحس، فجاه وانا باكل تك السنه اتكسرت بالطربوش بتاعها. هو المريض مش هيبقى فاهم ده حصل ليه، بس هي حقيقه هي حصل ان ده مسرب. ده انا وافقت ان انا شميت ريحه وسبته، انا وافقت ان انا شايف فيه تسريب وسبته، انا وافقت على حاجات كتير قوي فوصلت لي النتيجه دي. التركيبات التكنولوجيا لعبت برضو فيها دور كبير طبعا. فكره الكات كام والسارك زي ما قلت لحضرتك الطباعه ثلاثيه الابعاد دي، بقينا ناخد بعد ما ناخد مقاساتنا بطريقه دقيقه جدا، في حاجات بناخدها بكاميرات وفي حاجات بناخدها بمواد معينه دقيقه جدا، بننقل الكلام ده على الكمبيوتر بيدينا الشكل السنه بالظبط عامل ازاي، نبدا نبني عليه الديزاين، نبدا نخرط بدقه عاليه جدا. وخلي بالك يا دكتور دي ده تايم سيفنج من الدرجه الاولى. احنا هنا شايفين في الحاله دي برضه حالات جايب حالات الصحراء. انا جايب الحالات دي عشان اقول للناس ان دايما في امل. ما دي حالات صحراويه. انت عندكش سنين مش معنى كده ان انت مش هتعيش بسنانك. لا هنرجعك بسنانك. بقيت حياتك. لا بس برضه تعمير الصحراء. تعمير الصحراء ده جامد جدا. هنا الـ كمان الـ يعني ان انت بتالف عضه، ما انت ما عندكش عضه موجوده. دي من اصعب المشاكل. وهقول لحضرتك بصراحه لازم الديزاينر انا باخده معايا في حالات معينه لان دي شغلته. هو اللي عارف القفله دي هتبقى عامله ازاي. طبعا في طرق معينه بنستخدم حاجه اسمها فيسبو. فيسبو ده اللي بيدينا العضه في كذا اتجاه فنقدر نعمل عضه. ده ده ده, ده بروجرام. ده بيتربط ببروجرام. يعني هناخد العضه بطريقه معينه بتتربط ببروجرام معين فتدينا العضه في كذا اتجاه، فتقول لنا السنان لما تعمل لها الديزاين الفلاني لو عض يمين شويه او شمال شويه مش هيبقى عنده مشكله. دي التكنولوجيا يا دكتور. دي التكنولوجيا رائعه جدا. خدمت هنا زرع على كام زرع؟ انا الصوره مش قدامي. الايه؟ الصوره بس مش واضحه قدامي. لا دي على كام؟ على اربعه؟ لا دي كان سته. ستة ثلاثة يمين وثلاثة شمال، بس هي مش واضحة في الصورة شوية. مش واضحة لسه. طيب نشوف الحالة اللي بعديها بقى، نشوف الحالة اللي بعديها، لأنه الحالة دي برضو حالة صعبة بقى. دي سنة واحدة. دي سنة واحدة ودي immediate. دي كان عندها جدر موجود ده تشيل وتحط له الزراعية. بس دي تعمل لها حاجة تانية غير كده؟ ولا أي حاجة تانية. هو ممكن نكون نظفنا سنانها بس شوية، لأن احنا أي حالة بتخش لازم ننظف الفم عشان ده مليان بكتيريا، لو احنا مهملين فيه هتبوظ لنا اي حاجه بنعملها. فبننظف الدنيا وحطينا الزراعيه، بعديها بكام ساعه بقت ماشيه بالسنه بتاعتها. حلو قوي. ودي عملت ايميديت له طبعا. دي ايميديت ودي كده كده كان برضو فرحها وعايزه تعمل ايه، بس هي المشكله يعني الناس تدينا وقت بدري شويه عشان خاطر تبقى الدنيا اسهل. دي بقى برضو من الحالات ده برضو الابيض. يعني موضوع ان احنا مفيش سنان بالظبط، وده برضو جاي لنا من بعيد. فكره برضو ان هو عظمه الناس قالوا له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان، وهو كمان كان مهمل قوي في التدخين والكلام ده كله في حاله الفم الصحيه، فاضطرينا ان احنا نرفع له حاله الفم الصحيه بعلاج للثه والكلام ده كله. وبعدين حطينا الزراعات بتاعتنا، حطينا هنا بقى احنا ما حطيناش عظم واستنينا وحطينا زراعات، لا احنا حطينا العظم مع الزراعات واستنينا عليها 3 شهور
وبعد كده عملنا له ديزاين مظبوط. وهنا انا فاكر الحاله دي عملنا حاجه ظريفه جدا، الاشعه المقطعيه نفسها وصلناها بالسرك، ادت لنا ايه او الدي اس دي ادت لنا ايه المكان الامثل اللي احنا نحط فيه الزرعات عشان خاطر لما نخلص السنان تتراص هيبقى شكلها عامل ازاي. فده قمه التكنولوجي، ان انا قبل وانا على الصحراء عندي ديزاين موجود ان انت هتحط هنا الشجره دي هنا وهنا 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 عشان اللوحه كلها تبقى شكلها كذا. في ناس عندها خبره شويه في موضوع الزراعه تقول لك اه ماشي انا بس سمعت انه الجيب ناس الانفي ناس دكاتره ولا ناس لا لا انا بتكلم عن الناس اللي رايحه تزرع يعني المرضى يعني، فيقول لك انا سمعت ان في قد تكون مشكله في الجيب الانفي ودي كتيره لو احنا نازل ودي كتيره لو احنا سايبين درسنا فتره طويله. وهنا تبدا بقى قصه رفع الجيب الانفي. بالظبط. ايه بقى قصه رفع الجيب؟ زمان كنا بنشتغل بطريقه واحده بس، ان احنا بنعمل بنفتح اللي هي اوبن ساينس ليفتنج، بنفتح في اللثه وبنعمل ويندو صغير نرفع الجيوب الانفيه، بنحط عظم وبعد كده نستنى شويه ونحط الزراعه بتاعتنا. ده زمان. دلوقتي عملوا الكلوزد ساينس ليفتنج، ان احنا من الفتحه اللي هي رفع الجيب الانفي بس من غير ما نفتح الفتحه. احنا قلنا في الاول احنا بنفتح للزراعيه حاجه ملي صغيره قوي بانش. تمام. دلوقتي بقت من الملي ده بنقدر بنفتح بنوصل للجيب الانفي، نبدا نحط مواد معينه سالاين وحاجات كده اهو، نرفع الجيب الانفي لفوق شويه، بعد كده نحط عظم فوق الحته اللي احنا فتحناها ما بين الجيب الانفي والفتحه بتاعتنا، وبعد كده نحط الزراعيه بتاعتنا بنجاح عالي جدا. دي في الحته دي احنا هنا بنخلط الماتيريالز اللي احنا بنحطها العظم والكلام ده كله، ده بنحط عليه سالاين وبعدين بنقوم كابسينه بطريقه معينه. ده بالتفصيل بقى. ده تفصيليا. تفصيليا. ازاي اكون العظم الصناعي؟ ازاي بنحط العظم بتاعنا في اثناء الساينس ليفتنج، الكلوز ساينس ليفتنج، في اثناء رفع الجيب الانفي وهو مقفول من غير فتح. اهو. اهو. ده رفع جيب انفي. ده رفع جيب انفي. بياخد وقت قد ايه قبل ما ده بياخد 10 دقايق واحنا في وسط ايوه الشغل. لا بتكلم على بقى الالتئام. احنا بقى بنسيب بقى القصه دي مع الزراعيه اللي احنا حطيناها بعد ما رفعنا الجيوب الانفيه، بنسيبها الوقت اللي هو 3 شهور لحد ما الدنيا دي كلها تمسك. هو ده سؤالي، ان احنا نقعد 3 شهور بالظبط كده ما ينفعش بقى في حاله زي دي حمل عظم؟ مستحيل. احنا قلنا عشان نحمل لازم عندي عظم بكثافه كويسه، طول وعرض وسمك كويس، نقدر نبدا نحمل، لان هو هيديني ساعتها تورك عالي وانيشال ستابيليتي عاليه نقدر نتعامل فيها. بس طبعا بيبقى في توصيات معينه للمريض في اول فتره. وديت من الحاجات اللي خلت حكايه الجيب الانفي اللي يمنعني من الزراعه خلاص سهلت الدنيا جدا. سهلت الدنيا جدا، زي ما احنا شايفين احنا حطينا الزراعيه والعظم كله مسك اهو، وبدانا نحمل على الزراعيه والدنيا بقت ماشيه كويس. دورت ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكدي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.